بيقول فيلم طلق صناعي لأي حد دخله. أتحدى إن حد دخل الفيلم واحد دخل الفيلم ويقولون ده شبه الإرهاب والكباب. الخطف يعني في فيلم اسمه دوب داي أفترنون خطف، جون كيو خطف، إرهاب والكباب خطف، حلق حوش خطف، وديك ذا إنسايد مان خطف، فكرة اختطاف وجود رهائن ده يعني زي تقول لي كده إيه ده فيلم عن واحد بينتقم. في ألف فيلم عن واحد بينتقم بس ايه التناول وايه شخصيات وايه يعني فاهم. احنا مختلفين تماما تماما الاختلاف عن الارهاب والكباب. حتى احنا بنهزر في الفيلم على في ولا على موضوع الارهاب والكباب ده. يعني اخترتش فيلم سهل خالص كبداية. انا عملت فيلم وان لوكيشن. وان لوكيشن ده في تحديات اخراجية كبيرة جدا جدا، بيواجهك مشكلة كبيرة اسمها الملل، قد الملل بصريا والملل على مستوى الاحداث. يعني انت ممكن تلاقي نفسك مضطر انك تكرر نفس الكادرات ونفس الفريمات ونفس الزوايا. فازاي بقى انت كمخرج ما تعملش ده، ما تكررش خالص، ما بقاش في اي تكرار، ما تحسش ابدا ان انت في لوكيشن طول الفيلم، ما تملش ابدا طول الفيلم. يعني الفيلم التعليق اللي عليه ان هو سريع جدا. ف سعيد بالنتيجه النهائيه، وسعيد ان الحمد لله في اول تجربه اخراجيه كتبت مقالات كتير بتقول إن لم تعلم السي في بتاع خالد يعني تظن انه التجربة العاشرة. لا ما يهمنيش خالص ان 90% من افلامي غير مثيرة للجدل، واثنين ثلاثة من الافلام هم اللي اثروا بعض الجدل. ومش زعلان على فكرة من الجدل، يعني الجدل ده دليل نجاح. انما انا بقول انا مش لا اسعى لاثارة الجدل، انا بدور على فكرة مهمة وبدور على مساحة الحرية اللي تسمح لي ان انا اناقش الفكرة بتاعتي اللي شايفها مهمة.